يقاضي يا قضينا يلي بالحق ترضينا، جيتك هدي قدي وافلح من ذكر الله وصلح على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. ابن عمي مزعل غايب مع حلاله من وقم شهر وزيادة، ويوم نروح العرب أول بيت مر من جنبه بيتي ولو علي حق القرة وذبيحة ما عندي، حيث إن حلالي بالمغاريب رحت أحلال ولد عمي صايل أعديه زوات الناس، قام الراعي منعني عن السمينة والضعيفة، وضيفي بالبيت يا القاضي ينتظر القرة، وإن ما قريته طال عمرك ترى يعيبوني ربعي وزود وجهي. عازم أبوي سوق الحلال الحقهن المرعى. أقول يا عمي إيه؟ عطني البارودة علقها بكتفي. البارودة لويش؟ من بعده المرعى اللي انت رايح له، كل الرعيان معهم سلاح لنا. سوق الحلال الحين ومن باشر اجيب لك الباروده. اقضب على شاربك امشي. سوق الحلال حقهن المرعى، ولا ما ظل غير تطلبني فرس. ترى ان ما لقيت باروده جديده وباشر اخذ اللي بالبيت. قل ان شاء الله، قل ان شاء الله. ان شاء الله. غزوة يا غزوة، غزوة يا غزوة. يا خير بي عندك حطب واجد؟ لويش خير ان شاء الله. اسألك يا حرمة، بي عندك حطب واجد؟ ايه بي. زين لعاد، اغسل القدر وحضر اللبن، بلك الله ارزقنا ضيف. انت عازم حدا على البيت ها؟ لا بالعون ماني عازم، بس شفت كبش طيب بحلال صايل الحمد، وحنا زمان ما كلينا لحم. يا هداية الله عاد، وش هالسالفة اللي مالها أول ولا تاني؟ إيه وش قلتي؟ هو صايل بده يخلي لك كبش حلال وهو ببلاش؟ يا بنت الناس ما ودي يخلي لي، أسد إياه بس يرجع حلالي من المغاريب، وش القالة؟ منو هذا؟ منو هذا اللي لافي؟ هذا مزعل ابن حمود، زمان ما شفناه. هي في العون زمان ما شفناه، صار له شهر سارح بعرينه من حين ما دشره الراعي. غزوة غسل القدر وحضر اللبن، ترى الضيف لفه والذبيحة مهي بعيدة. نصبح يا ولد عمي الله يهداك. سوي مثل ما قلت يا حرمة، امشي امشي. مزعل يا مزعل، هيا الرجل افلح المعازيم، جرت الله عليك. يا هلا والمهلي القوة، يا هلا قوي، يا هلا مصدع، كيف حالك؟ تسلم. مد على البيت، مد مد يا رجل. بارك الله فيك. أشوفك خليت الغنم هان، ليه ما خليت الراعي يغرب بيها محلالنا؟ مراعي المغاريب خفيفة، غنمكم ياكلها بجمعة زمان ويروح. تدري أنا أشهد إنك مستجدي، المراعي اللي حوالي العرب خلية لأشياهك وبس، ترعى على كيفها. كل من ياكل نصيبه يا مرزوق، عجل بالطعام يا رعية البيت. علامك يا مصبح، وش فيه؟ ولا شيء خير، ولا شيء، عند ضيف ودهله ذبيحة. ذبيحة؟ قلت لراعي الحلال عنه؟ ومن قال لك انها لا داية وده طلب وعطى؟ اي زين، دشر كبش الغنم
وانا نقي لك خروف تذبح لضيفك، بس انك تعلم عمي مصبح حين ما تروح. لا خيولة ضيفي ما يعجبه الا هذا. اي يا رجل، يوم تروح على مغلانك قل له اني خذيته. يا رجل اقول لك هذا الكبش صار له 5 سنين يربي فيه، انت مهبول؟ اهبال اللي يطب بعقلك، انت ما تعرف بامانة حشي؟ اي اعرف، مع مصبح ابو شدوب والكل يعرفك. دشر كبش الغنم ولا ترى. ها امشي امشي امشي، ارمي الحجر ارمي الحجر وروح اقعد بطرف الحلال، ولا خلها تطلع من شبدك اليوم هذا. لا 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 يا ابن الناس، هي لحقت. امشي سوي لك لك عليه، امشي ووكل الله يا رجل. علامك روح قل لمغلانك اني عديت الحلال. امشي امشي يا ولد. طاوعني ودشر الكبش وخذ لك ذبيحه غيره. رأي الراح فحل الغنم يزعل رعيها. اللي يزعل يرضى. امشي امشي امشي. جوج هلا بفلحة. يا حي الله فوتي. وصلت. أنا شفت مزعل فات بيتكم ولا كيف؟ إيه هذا هو بالشق. أنتم عندكم ضيوف؟ ما ضافنا غير جوزك. كل غيبة بسلامة. تسلمي، وش جابش انت؟ زولك اللي فات العرب وما وصل بيته. اقعد 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 يا بنت الناس، ما هذا وقت معاتبه ببيت مصبح؟ الله اكبر عليك، صار لك شهر غايب عن البيت، اول ما تفوت العرب تبلى جيرانك بالضيافه؟ وحدي الله يا حرمه، هم اللي عزموني. وانت ما صدقت بالله، الغشيم يقول ما تلاقي الزاد عند بعارينك ولا ببيتك. يلي ما تخافي يلا، هذا بدال صحة بدن لي، بدال ما تسألين عن صحتي وعافيتي، بدال ما تسألين عن البعارين بالمغاريب، تلفي تهوشيني ببيت الناس. بيتك بوجهك، وش اللي يخليك تجنب عن صبح؟ قلت لك هم اللي عزموني يا حرمة، نادوني من الدرب. اي للحين انت مزعل وما تغيرت. أقول يا مزعل. يا خير. مصبح جاب كبش من غنم صايل ووده يذبحه. ليه هو حلالكم وين؟ قبل كل هذا ودي إياك تمنع مصبح يذبح الكبش، أحسن ما يصير شر بينه وبين صايل. غزوة يا غزوة. قم عليه اعمل معروف. يا غزوة. خير. أعطيني الشبرية هالماضية حلي عندك. بس صبر هالحين. يلا يا بنت الناس يلا. تعجله يا حرمة. ليه ما عطيته غير كبش الغنم؟ مرضي يا عمي، يقول ان ضيفه ما يكفي غير الكبش. من هو الضيف هذا؟ ما شفنا حدا غريب فات على العرب. لا شك انه ضيف كبير، وله ما عدا على كبش الغنم. من خليت مع الحلال؟ ولد جازع يرعى مع بهم لابوه هناك. روح مع الحلال روح. يا عم اقول مد البارود علي، مدها عقب ما حط الطلق ببيت النار. اخله يرضيه، توكل على الله توكل على الله. اقول يا مرزوق قبل كل شيء روح خلنا نشوف من هو الضيف اللي عنده مصبح. يلا يلا, يلا. اقول يا ولد عمي. علامك انت علامك، صبي زين. روح على صايل تعذر منه، انا شفت الراعي راح له زعلان. صبي صبي صبي، هذا اللي هامك. طاوعني بس ارضيه بكلمتين، ومن باكر الحق حلالنا واعطيك بش غنمنا. طب زيدي حطه تحت القدر، خلي الطعام يجهز. زيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا. تفضلوا
من هو ضايفك يا مصبح؟ قلته على الفراش بالأول قلته. سألتك من هو ضيفك اللي عديت على حلالي لأجله؟ ضيفي ضيفي مزعل، ما هو عاجبك؟ مزعل هذا اللي منه ضيف؟ اي مزعل، غاب شهر ما بارينه، واشوفكم ما حد منكم قال له الحمد لله على السلامة. الله يعينك على الحق يا مصبح. زين خيوه، القاضي اللي ما يعجبك شوف غيره ومن باكر الصبح. أقول يا مصبح الحق ابن عمك وارضيه، تراك ملت عليه ميلة كبيرة. ميلت ايش خيو؟ أنا لو حلالي مجود ومهو بالمغاريب أخذ من حلاله؟ اقعد 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 تغدى معنا، ترى الطعام قرب ينزل. وانت تراك ما تسلم منها بعد. أنا؟ ليه أنا وش مساوي؟ امشي امشي يا مزعل امشي، هذول ناس ما عندهم السالفة، امشي رجل امشي. الوعد بينك وبينه باكر عند فاضل بن جايز. زين، أنا أرسل الفاضل يقعد ببيته باكر. أنا رحت له قلت له لا تغيب. يلا تصبح على خير. تلقى خير إن شاء الله. تعشى وروح لولد جازع خلوه يسرع عنك بالحلال باكر. وانا احضر القضوه؟ ان ما حضرتها انت من يحضرها؟ اي ظليت تحوس وتلوص لما خبصت العرب ببعضها. اسكتي على هالمسا يا حرمة. اي من كل بيوت العرب ما عجبك غير بيت مصبح تفوته، حتى خليته ينهب لك من حلال الناس. يا مره لا تزهقيني روحي، للحين ما تريحت ببيتي بعدني. اي ما تريحت ولا ريحت غيرك، هذه المراسيل رايحه جايه بهالليل لجلك. يا فلحه يا فلحه قلت لك اسكتي يا فلحه. يا هلا البيت يا مزعل. خير وش فيه؟ باكر الصبح تجي على بيت ابن جايز. القاضي لو ايش؟ مطلوب للشهادة في قضوة بين مصبح وصايل، لا تغيب. والله صارت قضوة لجلك يا جوزي. مليح اللي ما صار هوشة بها سحب سلاح وطق رماح. الله يهدك، فكيني من شرك يا حرمة. وش بيها لو رحت له بهالليل وقلت له انا خطيت معاك وبلا هالقضوة؟ انا اروح للصايل واقول له اخطيت معك؟ يا ابن الحلال يا ابن الحلال، ليه ما ترد علي انت؟ خلهم يقولوا وعايروني. يعايروك بيه؟ اي وقولوا ارد على شر حرمتي. اسمعي روحي نامي واكسبي النوم احسن لك. روحي. قال اروح للصايل. قال رضيت مع ولد عمك؟ أحسن من الصياح عندي باكر. ملح عندي حق طال عمرك. لو إيش لافي علي لعاد؟ هي حسبت صايل هان هو ما لف عندك قبل شي. أنت تقوم من هان لبيتك وما توجهني إلا بمجلس الحق. إيه؟ وانت عليش زمقان يا القاضي؟ انا ماني زمقان، بس ابوي وجدي ما قعدوا مع الخصوم قبل القضوه الا لاجل الصلح بينهم، وانت جاي لغير الصلح.
يعني انت ما انت قنعان انه ما له عندي حق؟ انا بعدني ما سمعت لا منك ولا منه. زين انا اقول لك وش السالفه. ما هو الحين اقصد بدربك الله يسهل عليك. ها زين، بس انا اريد حقي بصحيح، ولا ترى في قضاء اكبر منك اعرض الحق عليهم؟ جوج. هلا. اشوفك هان بالبيت. وين ودي اروح؟ كيف وين ودك تروحي؟ تعالي يم بيت القاضي نشوف وش يصير مع رجالنا. لا ما انا رايحه، اللي يصير اسمع بيه هان وخلص. عخاطرك نسلم عليك. وانت ذكر الله يا القاضي. لا اله الا الله محمد رسول الله. الضيف اللي انعدى على حلالي لاجله ما هو ضيف ذبيحه. ضيف الذبيحة ما هو بن عم. بيتهم بيوت العرب، يرحل برحيلهم وينزل بنزيلهم. يا بن جايز تراك تلقاها بعيونك السود وربعك القعود. بابن العم اللي عدى على حلالي وخذف أحلى الشياء ومد البارودة على الراعي اللي تسمع شهادته بمجلسك. وإن شاء الله حقي من عندك ما يضيع وسلامتك. زين سمعتك وفهمت منك. قم مكانك. يلا تعال يا مصبح. يا قاضي يا قضينا يلي بالحق ترضينا، جيتك هدي قدي وافلح من ذكر الله وصلح على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. ابن عمي مزعل غايب مع حلاله من وقم شهر وزياده، ويوم نروح العرب اول بيت مر من جنبه بيتي ولو علي حق الإقرة وذبيحة ما عندي، حيث إن حلالي بالمغاريب. رحت أحلال ولد عمي صايل أعديه سوات الناس، قام الراعي منعني عن السمينة والضعيفة، وضيفي بالبيت يا القاضي ينتظر الإقرة. وإن ما قريته ترى انفضح قدام ربعي، نهمت على الراعي وخوفته وخذيت أول شاه تواليتها وركضت بيها على البيت وذبحتها. وإن شاء الله إنك بتظلمني ولا تمنع عاداتنا بالكرم، وبس يرجع حلالي من المغاريب صايل ولد عمي يفوت وسط الشياع ونقي الكبش اللي يريده ويأخذه لحلاله وسلامتك. زين فهمت منك. قم مكانك. تسلم. ودك تعدل حجتك يا صايل؟ لا يا طويل العمر، قلت كل اللي عندي. وين الراعي؟ عندك يا طويل العمر. سمعني، كيف جاك مصبح وخذاك كبش الحلال منك؟ روح قل لمغلانك اني عديت الحلال. امشي امشي ولد. طاوعني ودشر الكبش وخذ لك ذبيحة غيره. ترى إضاح فحل الغنم يزعل راعيها. أنا خايف عليك. ما تخاف، إن جار علي أحطه بحفرة ما يطلع منها. من هذا؟ فاضل؟ إي هو. شايف؟ بعدين أعلمك، بعدين. عقب ما بعدني والبارودة بيده خذ الكبش وراح. وأنت وش سويت؟ أنا؟ أنا ركضت يم عمي صايل وعلمته. زين قم مكانك. صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. من عندي ومن عند أجواد الله اللي قبلي، إنه اللي مثل مزعل ما هو ضيف ذبيحة ينعدى على الحلال لأجله. كيف ماني ضيف ذبيحة؟ أنا قليل عند ربعي. له يا القاضي، حقرتني قدام ربعي. اسكت اسكت، انا حقر لك اياه. اسكت. الضيف اللي مثل مزعل ابن عم من وسط القبيله، ويش ما تقلط له جايز. ضيف الذبيحه يكون غريب عن العرب وما له اهل حواليها، وعلى هذا انا احكم
إن مصبح يرد كبش صايل بربع كباش وسلامتكم. وأنا مرضى بحكمك ودي أعرضه على بن طايل يشوف كيف هو. ابن طايل؟ إي ابن طايل. ودي نسأله كيف تحقر رجالي بمجلسك وتقول هذا ضيف يستاهل ذبيحة وهذا ضيف ما يستاهلها. الصحيح إن أبوك رحمة الله عليه كان يحكم أحسن منك 100 مرة. يلا يا مزعل يلا يا رجل. إي بالله يلا. خله يعرض الحق على الأكبر من ابن طايل. وإيش ودي يسوي؟ ما يكفي إنك رحمته بمدة البارودة على الراعي. يا ليتني ما شفتكم أنت وياه. يا ليتني ما شفتكم ولا حكمت بينكم. يا ليتني ما شفتكم. بس أنت خوفته بابن طايل. إيه لأن عرف من وين أوجهه. فرحة يا فرحة. إيه جيتك. هذا أنا جيتك. أنت وين على البيت؟ كنت ببيت القاضي. كل النسوان يسولفين بخوفة فاضل من مصبح. عجل بقى هوا الطعام يلا. يا أخوك علمني عاد ليه فاضل انطق على خشمه يوم عرف انك ودك تعرض الحق على ابن طايل. هي هف عليك يا مزعل. لانه يعرف انه ولد طايل رايح ينقذ الحق ويرميه بوجهه وتصير عليه فضيحة بين العربان. ليه؟ وش السبب؟ أنا علمك وش السبب. أقول يبا ابن طايل أرسل لك وما لقاك. أرسل من؟ وش وده؟ وده يقول لك عن الشاهد اللي يحضر بقضوة اليوم. وش هو الشاهد؟ خارب ذمه؟ عايف المغيرة؟ يقول انه اسمع يا فاض فكنا عاد. انا قضيت عمر نظيف وان شاء الله ودي اختمه على نظافة. وش علمه زعلان؟ مدري اول مرة نشوفه هيك. من هو شاهدك يا سالم؟ شاهدي عايف المصلح. من يزكي له؟ عايف ما بو شي حتى تطلب حدا يزكي له. لكن الخصم يحط بيه يا سالم. وانت قاضي ولا تقاضي؟ وش في بعد اليمين اللي ودك تحلفه اياه؟ خصمك يقول ان عايف انهزم عن خويه وتركه بين الحياه والموت. وجاب لي من يشهد بعد حلف اليمين ان عايف خلى محسن الفالح ودمه يسيل وصياحه ينسمع المقرة العصا. عايف ما عليه حق بلي. ما بها كلام يا سالم. اللي مثل عايف ما تنقبل له شهادة لا عندي ولا عند غيري. لو أبوك الله يرحمه عايش ما يقبل شهادة. أنت قطعني من حقي. لله أنا ما أقطعك. بيني وبينك عادات البدو سواديهم السايدة بينهم. عندك شاهد غيره؟ لو في شاهد غيره ما قلطه المجلس. لعاد انا اقول وانا قالت عليها ان بيع الفرس باطل وعلى سالم انه يردها الراعيها. تلقاها بمالك وعيالك وحلالك يا بن جايد. كف لسانك يا سالم. كل حق والشهود وانت ما جبت شاهد مقبول. لا تقعد تدعي وتصيح. أقول يا ولدي هذه سالفة هينة لا تهتم لها. يعني سالم بن طايف وده ينسى ضربة رحمة أبوي له. إن شاء الله أنك ما تحتاج له. بس ودك تقنع مصبح يسكت. أقنعه واضربه على خشمه بعد. تعمل معروف يا عم. تراها تصير فضيحة إليه بين الناس. توكل على الله. مصبح منا وبينا. ترى عمره ما حد نقض حق ابوي قبلي.
ولا حدا صابه بكلمة، وننعرض حقي عبن طايل ينط. قلت ما هو رايح ينعرض، ترى انلزمت أنا أشوف مصبح وترجع. لا تروح ولا تشوفه، أنت قاضينا، ودك تظل بقيمتك ومقامك. أنا انتظرك يا عم. يعني اعترف أنه خطأ في فرض الحق؟ لا مخطأ، بس أنت حطيت شبريتك بخاصرته، ودك تعرض حقه على بن طايل، وأنت تعرف وش بينهم. ما قلت لك؟ قلي يا عم مرزوق، هسه صايل ودهم مني 4 كباش؟ نقنعه ياخذ منك كبش بدال الكبش اللي خذيته من حلاله وذبحته المزعل. لا تحط بمزعل يا مرزوق مثل ما حط به القاضي، ترى مزعل بنص رجال العرب، تفهم؟ ما حدا قال شيء بمزعل يا ولد. لا قال، فاضل قال انه ما يستاهل الذبيحة. انا استاهلها غصب عنه. يا مزعل خلينا بمصبح الساعة، انتم ودكم تفضحوا قاضيكم بين القبائل، عيب عليكم يا رجال. انا ما ادفع لصايل شيء ولا ظلف. انت لا تدفع، انا ادفع عنك. لما ودي اياك تدفع عني، ولا ودي حدا يدفع عني خيو. صايل ما يطلع له شيء عندي. ودك تتحكم يا مصبح؟ ودك تتحكم؟ ما انت خايف من يوم تقع بيه وما تلقى اللي يسمي عليك؟ إن وقعت بينكم اسحبوا شباريكم ولا ترحموني خيو. يا حيف، يا حيف والله انك ما توجب ربعك. أوجبهم؟ لواش أوجبهم خيو؟ هم من متى يوجبوني؟ طول عمرهم يقعدون بطرف المجلس. بلعون انهم يستاهلوا اكثر من هيك. اقعد يا رجل اقعد، ناس ما عندهم سالفة. النذل هيك يقول؟ يا صايل، ما هي لجله ولا لجل مزعل. خايف من ابن طايل؟ خايف على فاضل بن جايز. ما هي زينة بحقنا انه سالم يرد حقه عليه ويقول له اعوج عدل. فكرك ان سالم يساويها؟ ما انت خابر ويش سوى بيه جايز. زين، انا ما ودي كبش الغنم من مصبح، يعوض علي الله. تكفى يا اخوي تكفى، ترى ما ظنيت بيك الا كل طيبة. شي يقهر يا مزعل، شي يفلق الكبد. هذان يتخزق من حتش النسوان. جوزك ضيف رفة، جوزك ينذبح له جاجة، جوزك ما يستاهل الذبيحة. يا بنت الحال خلص، قلت لك خلص. لا تقول خلص، من باكر ودك تطلب حقك مثل ما مصبح طلب حقه وخذاه. وش ود الشياني يعني؟ أقاضي فاضل؟ أي، وتجره لبن طايل مثل ما مصبح جره، وهذا هو خايف منه، كل يوم والثاني يرسل له المراسيل. يجوز انه مصبح يطلب الحق الي وله. قم عليه لعاد سن يرضوه ويخلوك، وظل تعاير بيك طول عمري. ها؟ يعني هيك رايك؟ ها لعاد، من قدم رجال عليه وخروه ومشوا عنه. قم شوف حالك. خير ان شاء الله يا وليدي يا فاضل، ما ودك تنام عاد. افكر بسالم ابن طايل. علام الرجال قاضي، وانت نقصت من قدره. ايه هيج فكرت انت؟ هيج انا متوكد. العاد خلنا اقول لك انك بعيد عن الوكال. شايف يا وليدي، إن كان سالم قاضي بحقه حقيق ما يواخذني لأني رديت شاهده،
لأنه هو بنفسه لو جاه عايف شاهد يرده. بس هو طلع من عندك زعلان. الزعلان يرضى يا ولدي. اسمع يا فاضل، إن كنت ودك تقضي بين الناس عقب موتي، أوصيك يا ولدي إنك تحط مخافة الله والحق بين عيونك، ولا تأخذ لجل فلان ولا فلان. إن شاء الله. ترى يا ولدي ما يسود سمعة القاضي غير ميلة الحق لجل خاطر فلان أو علان. يا ولدي لا تميل على الصغير لاجل الكبير، يطرع لك حينها واحد صاحي يعرض حقك على قاضي اكبر منك، وان كان رده عليك او عدله اتخسر سمعتك بين الناس. مساك الله بالخير. يا هلا، وش وراك؟ خير ان شاء الله. سكتت مصبح لاجل عيونك نسكته ونخلي له حقنا بعد. تسلم، تفضل. الحين ظل علينا مزعل. مزعل علامة، ودي حقي من فاضل. إلك أم الحلوق تسد حلقك. لا تغلط على رجل بيته يا مرزوق، أحسن أجرك معهم لبن طايل. شنو يا مصبح؟ إيه لبن طايل. انا قضيكم اللي تركضه من بيته لبيتي بطل ينفع، ما رد عليه ولا رديت عليه. انت تحكي من عقلك؟ اي، ولا انا سائل عنك. ودي نكتين من فاضل، ويقول بي كلمة حق قدام العرب كلها، اني من كبارهم ومن زينة وجوههم. انت خلك ورا هالحين، السالفة بيننا وبين مصبح. انا ما نقفها يا مرزوق، ومن الليلة عليكم مردود النقع عند ابن طايل. أنا بطلت خيو. بطلت عن إيش؟ عن كل شيء. باكر تلاقوني عند ابن طايل. روح له من الليلة. الله لا يحسدك اللي بيه النصيب. الله لا يحسدك. يا زين مجلسكم عنده، يا زين خوفكم انتم وقاضيكم. ومن بعد ابن طايل كيف قلتي؟ بعد ما تروح معهم على ابن طايل وترجع، ودك تظل قاعد بينهم عقب ما تفضح قاضيهم؟ غزوة، امشي على ربعتك. يا شين خاف الله منك وفوق، لا تناكد ربعك احسن ما يناكدوا عليك بعدين. اقول لك امشي لانزع مساك، امشي. ولا عليك من حرمة. الله لا يعطيه عافية، أنا أشهد إنه نذل. عقر بيك؟ أنا ما أدري إنه هالشكل، عمري ما شفته هيك من مرة. وده يروح لابن طايل؟ آه، يقول الموعد بيننا وبينه باكر عند سالم. يا فضيحة الفضيحة. يروح منه وراه ابن طايل من غاد، وش وده يساوي؟ طقني على المكان اللي يوجعني. يفشر ميت فشرة. ما نخليه يصله ولا نروح معه بعد. وشلون ودك ما تخليه يصله؟ ها؟ يعني هو وده يعسرنا من ضبه أو نقضبه ببيته؟ هذه ما تنفع. السالفة شاعت بين العربان وانحجزناها عن مجلس الحق، تصير الفضيحة فضيحتين. أقول أنا ترى افطنت لي على رأي. وش هو؟ أنا الليلة ودي أروح لبن طايل. لويش؟ ودي اقلط قدامكم، اسولف له هاللي صار، واذكره بحق الله ومخافته. بلك الله هداه ومشى قضوتك مثل ما هي. يا اهل البيت، يا مصبح. مصبح ما هو هان؟ وين هو لعاد هالساعة واحنا نسمع الصوت ببيتكم؟ طلع، ما ادري عنه وين راح. وش صار بينه وبين مرزوق؟ مدري، ما عندي علم بهالسوالف. اي هذه علامه خشمها بالجو. تدري يا مزعل؟ ها؟ ان ما هو طيب لها ان جوزها
يكسر خشم القاضي؟ يلا خل نروح، يجوز انه مصبح الحين عقبنا على البيت. اي بسيطة، حتى كلمة فوتوا ما سمعناها منك، بسيطة. عساه ما شر يا مرزوق. ان شاء الله ما في شر يا طويل العمر. سلم، وايش حال عربكم؟ عساهم كلهم بخير. الحمد لله كلهم بخير. بعد وش جابك علي تال الليل؟ قل ما عندك. مزعل، هيا مزعل، مزعل. منو هذا؟ انا مصبح يا رجل. فوت فوت. السلام عليك. عليك السلام يا حي الله. اي وش بلاك يا رجل؟ نايم؟ وين انت غايب؟ رحنا ندورك ببيتك ما لقيناك. رحت يم الصوينع تعللت معه وقضيت الليل هناك. اي حزرت ليش؟ خفت ان الربع يرجعوا عليك ويمنعوك عن الروح على بنت طايل. انا ما حدا يمنعني عن حقي يا حرمه. وحقنا يا اخوي ودك يضيع علينا يعني؟ لا ما تخافي ما يضيع ما يضيع. يلا يلا يا مزعل قم البس. وين يا اخوي؟ خلنا نمشي على مهلنا، ما تطلع الشمس ولا انه عند بيت بن طايل. هذا الراية الزين، وانا معطلت النهار اقول للعرب انكم مشيتوا، واللي يريد الحق الوكاد يلحقكم هناك. يلا يا رجل يلا يا عجل يا رجل. اي يلا اخو يلا يلا روح روح قدامي وانا احقك. يلا يا رجل. اي يلا يا اخو يلا. إيه. تريد نعلمك بالقضوة قبل ما اسمعها ولا اسمع شهودها؟ لا يا طويل العمر مش هذا القصد، بس انا علمتك عن مصبح ويش هو من رجال. انا ما شفته ولا عرفته، وسوالفك هذه ما تخليني لا احبه ولا اكرهه، لا قبل كلمة الحق ولا بعدها. انا جاي اترجاك بسالفة. قبل ما تقول شيء، انا ما ميل بالحق مع احد. لا يا بن طايل حماك الله، يا بن طايل حماك الله، بس احنا عشمنا عليك ترمينا على قاضي غيرك، وترى يكون لك عندنا واحدة كبيرة. انا ما رد خصمين يفوتوا ديواني. لا يا بن طايل الخير يقول ويغير. عارف، حط فراش المرزوق اذا وده ينام هان الليلة. لا انا ما انا نايم، بس انت ما صدقت بالله ان حق فاضل ينعرض عليك. من زمان وانا انتظر يعرض حقه علي. ودك تنتقم منه لاجل رحمة ابوه. هذه حال الدنيا، دين ووفا. صدقت، كل دينة ولها سداد. والايام اطول من اهلها. مصبح يا مصبح، وبعدين خذ الكبش وراح طال عمرك، وانا ركضت لعمي صايل وخبرته. وشهدت حدا على مصبح يوم خذه كبش الغنم؟ ما كان حوالي حدا اشهده. اشوفه يعصر بشهود عصر. الله كفيني شره، الله يعطيني خير هالنهار. طال عمرك لو حلال قريب ما عديت على حلالهم ولا خذيت منه. ما لقيت أسمن من الكبش؟ هذا هو اللي تواليت به طال عمرك، وضيفي بالبيت ينتظر لقرة. من عزمت مع مزعل على الذبيحة؟ اي ما عزمت حدا، أنا وياه لحالنا. وكليتوا الكبش لحالكم اثنين؟ لا يعني حنا كلينا بس ما كليناه كله. وش يبعد بيت مزعل عن بيتك؟ هي قريب طال عمرك، لو ناديت عليه بالصوت يسمعني، بس هو تراه غايب عن حاله من زمان. لا
لوي حكمت على مزعل انه ما هو ضيف ذبيحة. ضيف الذبيحة يا طويل العمر يكون غريب عن العرب، ما له بيت بوسطهم وما له حرمة يتقدم له الزاد. حتى لو كان غايب عن العرب شهر؟ الغايب مروح على بيته. وليه حكمت على مصبح يدفع 4 قباش؟ حتى غيره يتربى ويخاف وما يعود لمثلها. بس؟ وحتى ما حدا يعدي على فحل الحلال بالمرة الثانية. وإيش حال لو عدى على نعجها 10؟ بس يعدي عليها ويجيني المجلس الحق أقضي باللي عرفه. ويعرفه أبوك رحمة الله عليه؟ ابن طايل ما هو جايبها السهل. ايه من البارحة هو يتوعد. حقرني وانت ذكر الله يا القاضي. لا اله الا الله محمد رسول الله. كل رجال عربنا ونسوانهم يسولفوا بي ويقولوا اني ما استاهل الذبيحة. تستاهلها وانا اذبح لك لو انك جايني ضيف. الله يسند حظك يا ابن طايل، تراني اريد حقي من فاضل بن جايز من هان من ديوانه. كيف حكم انه يستاهل الذبيحة؟ استاهلها عنده هان ما هو بعربنا. ما دام القاضي عدل عساه خير لعاد. مصبح تذكر مشوارك من غنم صايل لبيتك؟ اي يعني مقرة العصا، لكن لو ناديت عليه بصوتي ما يسمعني القاضي. صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا أشوف أنه قضوة فاضل بن جايز بين مصبح وصايل ما هي كاملة. الله يقدرك على كل طيبة يا بن طايل. أنا سمعت وعرفت وياكم أنه مزعل مروح على بيته جنب بيت مصبح، وانه مصبح عده على حلال صايل وخذ كبش الغنم بعد ما مد باروته على الراعي. وفحل الغنم ما ينذبح لا من صاحب الحلال ولا من العادي، وابن القبيله اللي يسكن بوسطها وهو مروح عليها ما هو ضيف. وفوق الحكم اللي نطق بيه فاضل بن جايز، انا اقول انه الباروده اللي انمدت على الراعي ياخذها صايل. وما دام قاضيكم حكم ب4 كباش، أنا أقول إنه مزعل يدفع منهن كبشين لصايل، لأنه كله من الذبيحة وهو عارف إنها عداية عوجة ما لها أساس. من مكان الغنم اللي مصبح خذ منها الذبيحة للمكان اللي انذبحت بيها الذبيحة ببيته، يقف رجل مقابل رجل، كل منهم يسمع جاره ويشوفه، وبعددهم كلهم يدفع مصبح لصايل كباش. وما دام إنه فاضل ما خذه رزقة القضوة، أنا أطلبها من مصبح وأقول يدفع ناقة واحدة. وسلامتكم. الله لا يخلف على العزيمة اللي عزمتني إياها. كيف قلت؟ ما جاني من وراك وراها غير الخسارة. على هونك يا رجل مزعل. كثر الله خيرهم. مع السلامة. رايتك بيضة يا بن طايل. يا هلا ورحب، يا هلا ورحب. سلم عليك. سلام عليك. عليكم السلام. الله يقدرك على كل طيبة. الله يقدرنا على الحق دائما يا فاضل. ترى من سالك المعروف؟ لا يا فاضل، هذا ما هو معروف. أنا ما حكمت لجلك ولا حكمت لجل السالفة اللي بينه وبين أبوك رحمة الله عليه. ومثل حقك ما وده ينعرض علي، حقه وده ينعرض على غيري من القضاء. ولهذا الحق مثل الضوء ما يتغطى بكلمة، ولا بيت أسود مثل هذا البيت. تكفى تكفى يا طويل العمر. ولا تخاف، قول دائما كلمة الحق ولا تخاف لا مني ولا من غيري. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة. يلا.